حاجه هبص لها، انا داخله اطبخ في الطبخ بالذات، خلينا بقى النقطه دي هنخصصها للطبخ. ومسيبه بقى شعري الجميل الحلو ده فرحانه بيه كده على كتافي، دي حاجه حلوه؟ لا دي حاجه وحشه خالص، ومش بس عشان اسباب ليها علاقه بالنظافه. هنتكلم طبعا على اسباب النظافه، بس هنتكلم كمان على اسباب تانيه ليها علاقه بشكل حضرتك. مبدئيا كده شعري الجميل الحلو اللي انا فرداه ده هيقع في الاكل، واتحدى لو كان في ست في العالم ما شعرها ما بيقعش، لازم بدرجات متفاوتة، في ناس شعرها بيقع كتير جدا، في ناس شعرها بيقع وقوع متوسط، بس بدرجات متفاوتة كلنا شعرنا بيقع، حتى الرجالة شعرهم بيقع، وبنلاقيه في الأكل على فكرة في المطاعم أو لو في راجل بيطبخ في البيت. فعشان نمنع إن ده يحصل، مبدئيا هلم شعري كله على فوق، بيفضل هنا إيه وش الشعر ده، أكيد مش هدخل المطبخ بإشارب يعني، ولا هلبس توك بتاع الشيف، بس بيفضل أنا ببص هنا معلش عشان بشوف أنا بشاور فين، فبيفضل هنا كده بداية الشعر كلها موجودة اللي ماسكة الجذور، ده معناه إن أنا ممكن برضو ألاقي حاجة تقع في الأكل. فعندي حلين، بصوا بقى، عندي حاجة زي كده أقدر ألبسها على شعري، مبدئيا دي قطن أهي وخفيفة جدا، بتتلبس أهو كده كده يعني زي التربون كده اهي من غير اشارب طبعا، هتكونوا لابسينها في البيت. عسل ايه ده، انا شكلي مش شايفه ايات، فين العسل اللي انت شايفه ده، بس عشان نوريهم بس كده، لمت كل الشعر بقى، اي شعر عمال يقع وانا بشتغل انا هقلع عشان شكلي بشع الحقيقه، بيقع جوه البتاع ده ماشي، وده قطن ما بيحررش، رقبتي مش مخنوقه، مفيش اي حاجه مضايقاني، ورخيص جدا يعني بتلاقوه من اول 10 و15 جنيه، وما يفرقش معايا اي حاجه في الحياه غير ان هو يكون قطن ومريح حضرتك. فده اقتراح. طيب انا مش مستحمله ساره راسي تبقى متغطيه، ده الجو حر يا ساره، درجه الحراره امبارح 42 وانا قاعده اعمل اكل. تمام معاكي جدا وحاسه بيكي والله. حاجه زي كده، بصوا مثلا ده اهو، يعني مضطره اخلي شكلي عبيط تاني بس مش مشكله، بصوا هو زي السيرتات كده اهو بيتلبس برضو، قام عامل ايه؟ لم كل جذور الشعر، ما بقتش معرضه لان هي تقع، فاي حاجه هتقع هتفضل ممسوكه في مكانها، وانا لابسه البتاع اللطيف الخفيف ده عامل زي التل كده، اخف كمان من التل، ولابساه على شعري شكلي مخلي شكلي حلو على فكره، شكلك بيبقى الطف كتير، ومانع ان اي شعر يقع في الاكل. طيب هو انا خايفه على الاكل بس؟ لا الحقيقه انا خايفه على حضرتك اكتر، ليه؟ الشعر ده بيحس قاعد طول اليوم يا عيني في المطبخ بالاربع والخمس ساعات متعرض لرطوبه وحراره وزيت بيتقلي وحاجات صعبه جدا، فتخيلوا الشعر ده هيجف وينشف ويرهق قد ايه من كم الحراره اللي هو بيتعرض لها، واكيد حضراتكم عارفين ان كلامي صح، اذا كان لما بننزل فبنروح نصيف شويه الشمس اللي بنتعرض لهم بيدمروا لنا شهرنا بقيه الصيف، شعرنا بقيه الصيف اذا ما كانش السنه كلها. فتخيلي بقى ان حضرتك كل يوم بتعرضي شعرك لنفس درجة الحرارة دي، شعرك يا حرام قاعد يتعرض لحرارة من البوتاجاز، ويا حرام حرارة من الفرن، ويا عيني حرارة من القلي، ورطوبة علشان احنا بلد فيها الرطوبة درجة الرطوبة عالية بطبيعة الحال يعني، فازاي مش عارفة، عايزين نعرف مين اللي قال على صيف مصر انه حر جاف صيفا، ده مش شايف اي جاف، حر مش جاف خالص. فكل دي عوامل انا عماله اعرض شعري ليها يا عيني عماله تدمره. فابسط امور الحمايه حاجه زي كده، حمايه كنوع من النظافه، انه مش هضمن ان مفيش اي شعر بيقع في الاكل، بالذات لو انا من الناس اللي شعرهم بيقع كتير، فهيبقى ده حمايه رائعه ليا، مخلي شكلي كده لطيف ومنسق وشعري مش منكوش وعمال يهيش من الرطوبه. لامم لي شعري كله في حاجه حامياه ولو بنسبه ما من كل الصعوبات والحاجات اللي هو عمال يتعرض لها.